قال لي فتحت البتاع فتحك على مقفول، لأن أصل البتاع واصل على موصول، فأي شيء في البتاع الناس تشوف على طول والناس تموت في البتاع، فيبقى مين مسؤول؟ وإزاي هتفتح بتاع في وسط ناس بتقول بأن هذا البتاع جاب الخراب مشمول؟ لأن حتة بتاع جاهل غبي مخبول أمر بفتح البتاع لأنه كان مسطور، وبعد فتح البتاع جابوا الهوى المنقول، نكش عشوش البتاع وهدوا كل أصول، وفط في غيط البتاع أمسمم المحصول، وخلى لون البتاع أصفر حزين مهزول، وساد أنون البتاع، وساد أنون البتاع ولا علة ولا معلول، فالقاضي تبع البتاع، فالحق على المقتول، والجهل زاد في البتاع ولا مقري ولا منقول، والخوف سرح في البتاع خلى الديابة تصول. يبقى البتاع في البتاع والنص هيبقى زول، والحد قال ده البتاع يقولوا له مش معقول، وناس تعيش بالبتاع وناس تموت بالفول، وناس تنام على البتاع وناس تنام كشكول. هاد اللي جاب البتاع، جاب الخراب بالطول، لأن حتة بتاع مخلب لراس الغول، باع البتاع بالبتاع، وعشان يعيش على طول عين حرس على البتاع وبرضه مات مقتول.